يسلموا ايديك. واجبي. مو صفيان معي ولا ليرة، بدك تاخد شي تاني غيره؟ وما في معك مصاري؟ ما معي والله. خود شوف اذا مو مصدق. ها شو بدي شوف يعني؟ هلا شوفي بالجزدة. شوف الجيبة، الجيبة الثانية. كارتوسو؟ لعبنا بأول يوم تعرفنا فيه قبل 17 سنة. هدول راس مالي بالحياة، مالي غيره. أمي وأخي، قلبي نار يا تحسينه. وعم انجبر، عم انجبر كتير. بعض الأحيان ما بعرف شو عم ساوي. أنا بعترف أني غلطت، بس ما بكون إيهاب إذا بعيدة. وعد ولا؟ وعد رجال، صدقني. سامحتني؟ شلون بدي سامحك؟ وسارق لي الكرت كمان؟ هذا الكرت أنا ربحان، شلون صار معه؟ حرام. ليش تضحك؟ مبسوط بحالك كتير؟ تضرب بأسألك. يلا قوم. انت اخي. شو عم تعمل؟ ولا شيء. والله عم اقول لك ما في شيء. لا حرام. تعال هون. انا بورجي. امسكني بعطيك اياها. حنان خانم، بتمنى تكوني جاية من مكان التصوير. ايه كنت هلأ عم شوف التحضيرات. ولارا، لقيت طريقة تتعاملي فيها معها؟ كل طلباتها تمام، عم نحضرهم. ليكي اوعك بكرة تطلعيني بالخجلة. ميرا خانم، كل الطلبات اللي بتخص لارا وطلبتها ماشي؟ اها. نشكر الله. انت حكيت هالشغلات قدامه لهادي؟ ايه، لاني بصراحة كنت معصب كتير. ايه بس هيك هادي بيقلعك؟ طالبنا بمكتبه الصبح الساعة 9. هيك لكان. طيب وبعدين؟ ما بعرف تحسينه، هنن قالوا لي بس قرب من الزلمة. شو هالحكي؟ وهلا شو بدك تعمل؟ لازم تنتبه منيح. بعت لنا رسالة فورا لأنه نحن قلقانين. ما تخلينا نستنى. لك هذا يا مان، عم يضغطوا عليك. شو الحل؟ لازم لاقي طريقة يا تحسين. شلون بدي اكسبه لهادي؟ أنا الصبح عملت له جاتو، طار عقله. عم فكر اعمل له شيء قطعة تانية مرتبة. اها، يعني إذا في جاتو ما بيقلعك برأيك؟ ومع هيك مو مشكلة، فيك تجرب. الطريق يلي بيوصل على القلب بيقولوا انه بمر من المعدة. هلا اساسا هو مريض سكري، يعني فيني اعمل له شيء قطعة جاتو تانية وخليه يموت بهالسرعة؟ بهالسرعة. لك انت صاير مخك سميك، شو صاير لك ولا؟ ليش بقى؟ شو قصتك انت؟ فتح لي مخك، انا رايح على المستودع لشوف المواد. ايه؟ كيفك اصلا؟ انت كابب علكه على الارض؟ وليش تكب العلكه على الارض؟ انا مع البيئه، وبعدين العلكه بدها 150 سنه لحتى تدوب، يعني برايك معقول اتصرف هيك انا؟ تحسين لا زيد علي.
بكفي المصايب اللي نازلة على راسي. شو صاير؟ من لما راحت مارال كل الشغل صفي علي. شيل الشغل على جنب لك رفيقتي ما عم اقدر شوفها، ولعلكي ما عم تطلع من بوطي. وانا ليش عم ابكي هلا؟ تمام هدي اعصابك. ليكي انا كمان تناقرت مع رفيقي بس دغري تصالحنا، واذا مارال مو هون انا هون مندردش سوا ونشرب قهوة. تحسين شو بدنا نحكي مع بعض؟ نحكي عن تاريخ العلكة؟ انا وياك ما في شي بيجمعنا. ماشي يلا عندي شغل. هلا وهي اجيت لاشوف معلمتي مارال. بلا معلمتك هلا. احذري شو صار. ايهاب شو صار؟ شو بدي قلك، مسكت ايده وحطيت راسي على كتفه. لو تعرفي قديش اللحظة كانت حلوة. شو هاد يا بنت؟ كان عم يقول مو حاسس بشي. لا لا طلع حاسس وفهمت هالشي، يعني حسيت. بس بعدين هو بعد عني، شكله عنده مصيبة تانية. شو المصيبة؟ ما بعرف بالضبط، يبدو في حدا كاسر له قلبه. على الأغلب شي بيتعلق بأمه، لأنه جن لما أجت سيرتها. شلون يعني جن؟ عم قلك جن عصب كتير. بعتقد هادي بيك بكرة يقلعوا. ليش؟ حلويات ماكرون الفرنسية. لا ما بحب الأفلام الفرنسية. يا ربي أنا كيف بدي أوصل لهالبنات؟ كيف الواحد بيقدر يتقرب من هيك ناس غلاظ بأي نوع حلو؟ ولا حلويات أمريكا اللاتينية بحبة البنت؟ تماما. بتحب فيلم أموريس بيروس؟ بس كأنه هالفيلم قاسي شوي، لازم شي فيه رومانس أكتر. لازم تكون شعبية وفيه حركة، يعني شي جديد، شي حماسي. أها تسمع أتينا منيح، بس بركي هي ما بتحب الأغاني العاطفية. لازم تحضرها من قلبك. بس شلون؟ لقيتها لقيتها. لك يا عيني عليك تحسين، هات لنشوف. لقيت اسم الحلو؟ أي حلو هذا؟ لقيت الغنية المشتركة بيني وبين أصلا، لأنه بصراحة هي الغنية عم تحكي عن وضعنا مثل ما هو تماما. يعطيك العافية، عن جد يعطيك العافية. أنا عم حاول لاقي نوع الحلو ومشغول بالي كيف بدي أعمله، والأفندي بس همه أصلا. ياك أخي أنا شغلتي أصعب، بدي أعرف أصلا شو بتحب، لأنه بهالطريقة بضرب ضربتي وبقدر أوصلها. يلا أنا مستعجل، بشوفك بعدين. أي والله عصب وصرخ وبعدين راح. والله يا حبيبتي مو حابة أعكر لك مزاجك بنوب، بس هادي أكيد رح يقلعه. شو لازم أعمل لحتى خلي هادي بيك يهدى شوي؟ أصلا أنت بتعرفي هالرجال مانو قاسي مو؟ هادي المفترس؟ لا تحكي هيك. شو صاير؟ يمكن إيهاب فات على المحل. فات على المحل؟ بهيك وقت؟ هلأ أكيد بيكون عم بيفكر ببكرة. شو رأيك روح شوفه؟ إذا بتضلي بتخسري. يلا قومي قومي روحي لعنده ركض وروقي له مزاجه. تحركي. مساء الخير يا شاب. قال هون في شاب شرس وتصرفاته غريبة، شفتوا شي؟
قصدك إيهاب مو؟ وبيقولوا كمان إنه أحلى شاب بالدنيا كلها، مزبوط؟ يعني هو مغرور شوي، كمان عيوبه كتيرة. بالله عن جد؟ قوليلي شو عيوبه؟ هو كتير عنيد مثلا، وقال في بنت هون دائما بيقلها تضل بعيدة عنه. بس والحكي بيناتنا، ايه هاي البنت ما بدها تبعد عنه أبدا. ما بدها تبعد؟ من فترة شفت إيهاب وحكى معي وقال عنده رسالة لهي البنت. قال لي شو هي؟ قال حتى هو ما بده يكون بعيد عنها، بده إياها دائما تضل جنبه ويضلوا عم يضحكوا مع بعض على طول. بس قال لي الحياة ما عم تسمح له. ليش بقى؟ هو مو قدران يخبرها. يعني هي البنت شكلها بتوثق بإيهاب وما عندها خيار تاني غيره. وقال هو كمان ما عم يطلع بإيده شي بنو. أساسا هو قال ممكن يتقلع من شغله بكرة. معناها أنت كمان وصل له رسالة مني أنه هالبنت ما بهالسهولة بتتخلى عن اللي بتحبه وما يتخلى عنه. ما عاد في مشاكل بالمستودع وانحلت كلها؟ لا لا، معقول خلي هالشي يرجع يصير؟ وقف وحط عينك بعيني. ها مهجة خانو، انت عيونك لونهم بني، والله ما سبق وشفتهم. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا. أهلين. إيهاب، هدف. هدف؟ معلم شو كنتوا عم تلعبوا طابة؟ ولا صاير حرب يعني؟ كنت عم ساوي جاتو لهادي بيك. قديش الساعة؟ الساعة 9. ادخل. صباح الخير. صباح النور. اقعد هون لشوف. عفوا هادي بيك، قبل كل شيء انا لازم اعتذر. اللي صار مبارح غلط، كل شيء سويته انا مبارح كان غلط. أنا قلت لك من قبل إني بحب الناس الجريئين بس مو الحمقى. شو بتسمي إنك ترفع صوتك على معلمك وتسبب بخناقة بالحارة اللي أخذتك عليها؟ حماقة. كنت ناوي ألعك من الشغل. أنت بتأمر. بس أنا عجبني كتير دفاعك عن عيلتك. يا ريت لو انه نايا كانت هون ودافعت عني بنفس الطريقة مثلك. صحيح مرال حكيت لي عن اكتشافك الجديد. حكيت عن اكتشافك الجديد؟ عن اكتشافي؟ الشي اللي صرت عليه مبارح واشتغلت عليه للصبح، الطعمة اللي ما في مثله بمحل. عم تحكوا عنه. طبعا اكتشاف، اوف شي عجيب، طعمة ما نوجدت بأي محل قبل هلأ. بعد نص ساعة أنا عندي استراحة، بس تبدأ رح أنزل لتحت وقتها بدوق الطعمة. بس نص ساعة؟
ابني انت مو خلصت الاكتشاف؟ خلصت؟ طبعا خلصت. معقول يعني؟ انا رايح حضره للاكتشاف. يعني قصدي جهزه للدوق بالاذن. هي منيح، اعطيته فرصة تانية لانه انت تدخلتي بهالموضوع، واذا ما بينجح يتقلع. بتشكرك كتير هادي بيك. انتي انقذتي حياتي، انا لهيك لازم اتشكرك. شو القصة؟ قاعدين عم بتصوروا فيلم هون؟ العفو حنان خانو، شو عم بتساووا هون؟ بعد شوي رح يبلش التصوير. لكني رحت، صار الوقت متأخر ومارال لساتها هون. انا متابعتها بنفسي، ما تاكلي هم، ما رح يصير شي. منيح لكان. تحسين حمل حالك وروح، روحي براس مناخيري اليوم. لا تلحقني حاجة بقى. شو قلتي؟ ما عم بسمعك. الحياة عم تتعبني. لك شيل هالسماعات لحتى تقدر تسمع. عم تسمع قتينا كأنه؟ ايه؟ من أول ما طلعت لليوم وأنا دائما بسمعها. أنت ما كنت متضايق بسمعها وتبلش كتير. والله وأنا كمان بسمعها، بس هذا معنا جوا. يعني هلا أنا ما بعرف شو مبين علي من برا، بس أنا روحي مليانة بالطاقة. يا عيني عليك، لك أنا فكرت إنك بتسمع أغاني قديمة وشغلات هادية. لا روحي، أنا دائما هيك روك بوب، يعني بحب الشغلات الضايجة لأنه بحب أسمع شي صاخب. إذا بدك تعي نضم الأغراض مع بعض وأنا بشغل موسيقى، منغير جو شوي. إيه موافقة. ثانية، بعد هيك يا ولد انت وياه، يلا روحوا من هون. لك شو هالحكي اللي عم تحكي؟ معقولة انت حلوة؟ صدقيني نحن احلى منها بألف مرة. ايه والله مزبوط حكي. هدول لولا علبة المكياج ما بيطلعوا حلوين ابدا. ليك كمان كل العادي. يلا عمو يلا على بيتكم، عنا شغل، لا تعطلونا يرضى عليك. انك انت طالعة كتير حلوة. ليك ليك هالمنظر، ليك كيف هتطلعي. تعالي عمو، الماما عم تستناك. دال اعلى وش صوت المكياج. ليك لسه كمان عم يحط لها بودرة. حاجة. بس يا خلاص، أول مرة بتعمل مكياج مو هيك؟ نشوفي على البراطين. لا بس خدودك ما فيهن دم مثل الأموات، ما بدي طلعك بترابي. كأنه وين ما بتروح عامل أكلاتها معها. نعم ما فهمت. بس عم صار شوفي كل عيونها مركبة عيون برقين. أنا أجيت بخرتي. كيف كلارا؟ عن جد طالعة حلوة. جاهزة؟ جاهزة وتجمدت. شو هي ما بتستحي؟ شو حلوة؟ والله إذا لبست مثل جوزي بيعوزني. شايفة شو حلوة؟ عن جد اسمح لي. هيك بدي أتصور معها. شو هاد؟ هي على قلبي أنا. هي حلوة. بس ما أنت نفسية ها؟ تضرب بمنطقة. بي ناتشرال. بليز بي ناتشرال. كون طبيعية وأنا بهالضواحي. I'm sorry I can't understand you. والله بتزعل على الله. بتسمي بتسمي لو سمحتي بتسمي. سوري مو ظابط. كيف يعني مو ظابطة؟ هي ما عم تفهم علي. انت غبي، شو بعمل لها؟ ايام توب موديل اوكي؟
لارا ليكي هدي اعصابك شوي، خدي نفس واسترخي. جيان بول لو سمحتي. I'm sorry it's not working. اوكي هي سيئه. انت اللي سيء. انا جيت لحتى اسمع مسبات. I need a break. اوكي انا بدي استراحه. اوكي لارا والله لسه هلا بلشنا، انا لازم ريح. وين راحت عيلة قلي؟ لك بدنا نصور مع عمر. كمان ما بتتأخر يا زلمي. أوه أهلا وسهلا. تعال محسن عود اشرب قهوة. جيبي لنا. ماشي مستني الشاب تبع الجاتو لأنه مكلفه في شغلة. بابا كيفك؟ عمو محسن أهلين ابني لؤي كيفك؟ بابا عم يتعبك؟ يعني بعض الأحيان بتعبني. مرال اليوم بالتصوير والمحل بإدارتك. شو؟ طبعا رح تشتغل. أساسا مبارح طول النهار كنت معطل. بالله شوف هذا شكل واحد بده يشتغل، مو معقول أبدا. قرب. أنت عندك شي شغلة اليوم؟ كأنك مزعوج. كنت حابب شوف رفيقي. آه. مع مين بدك تلتقى يا ترى؟ جان. من وين طلعنا هاد؟ بابا لو سمحت الدفاتر القديمة خلاص سكرناها. إذا سكرناها معناتها ما بتروح تقابله. هادي بيك تفضل. هذا الاكتشاف؟ ايه. بتمنى لك النجاح مطرود. فهمني شو اللي صار هلا. شو ارتحتي ومشي الحال هلا؟ انا ما بقدر ركز لانه الظروف مو منيحه، لازم ارتاح شوي. الضوء رح يروح. أنا إذا ما ارتحت ما بشتغل، وإذا ما فتت بالجو ما رح أصور. تمام؟ بالأخير مثل ما بدك، أنت المسؤولة. ماشي لكن 10 دقائق كمان. ليه؟ أنت عم تتنصت علينا؟ أي نعم مزبوط. هاي المريضة النفسية ليش عم تتصرف؟ سكوت هلأ بتسمع. ايه تسمع شو يعني؟ شو أنا خايف منها؟ واحدة مايعة لتكون مفكرة حالة أنجلينا جولي. رافي أنت ناوي تجنني يعني؟ أنا بعرف شو عم ساوي منيح، لا تعصي. وأنت كمان عم تفكري باللي عم فكر فيه مو هي؟ حطي لها الاتفاق قدام عيونها، لازم تصرخي وتهدديها بالشرط الجزائي، تضرب بشكلها. معقولة هذا الحكي؟ بحلها بشكل طبيعي وبنية طيبة، وبتشوف وقتها كيف رح تشتغل منيح. حنونة. اف. الو الو عم بتصل بإيهاب ما عم بيرد. إيهاب ايه ليش شو صار هلا ليش عم تلف وتدور شو الموضوع؟ تحسين يلا لا تخوفني. هادي بيك قلعوا لإيهاب. شو عفوا كنان بيك انا ضروري ارجع على الشركة هلا. انت عم تحكي من كل عقلة؟ والتصوير شو؟ يا ريت لو انتو تكملوا نفس الشغل اللي عم تعملوه. كلفوكي بالشغل وانا ما دخلني. ايه اذا ما فيكي خبري جنان خانو وقالي له هالشي وقتها بشتغل بدالي. صحيح شو بدي قلك نايا اتصلت فيكي شي؟ ما اتصلت. كل واحد همه على قده.
لهون وبس. أنا رايح أحكي مع هادي بيك. ولا يهمك معلم، أنا بروح بحكي معه. والله غريب أنت، شو رح تحكي؟ القصة عندي محلولة. أنت مبسوطة بشغلك الجديد؟ السلام عليكم، هادي بيك. عفوا لا أفتح الأبجورات. هلا الجو تمام، هادي بيك فيك تدوق هاد الجاتو. يا ولد أنا ما قلعتك. هادي عن جد لازم تشوف الجاتو. هادي بيك إذا فيك تدوق هي الطعمة وما تقلي هلا أنها ممتازة فما رح أقبل، ورح ضل ساوي جاتو ليعجبك. لهيك إذا ما عجبك وقتها فيك تقلعني. برأيي لازم تعطيه فرصة تانية. عطيته بس ما نجح. عن جد كرمالي لازم تعطيه فرصة تانية. تعدوها. ماشي. ما عجبني اعمل احسن. هادي ما تدخلي، انا عم شوف الموضوع. بعد نص ساعة بيكون عندك. عن اذنكن. ليش هيك عم تعمل؟ الجاتو كتير طيب. بعرف. بشاهي انا بس حابب اعرف قديش رح يتحمل شغله. تعال شوف لعندي. اصلا خبريني هلا، والله رح جن ما اعرف انا شو القصه. جهزوا حالكم. يلا كلنا ربع على اصلا. مرال انا جاهزه. ريتك ما تحكي. لا ولو حلوه. ايه بس بحق لها تشوف حالها. يا عم قلها. قولي على طولي، قولي على قلبي. والله رح صورني يا قلك يتصورني. والله جسمي حلو يا والله العظيم. امشي خلص هلا بكلية. ما تخلوني لك هلا من قلنا. هاي نسوان، هدول نسوان يا زلمة. بدي قله لأبي جوزني وحدة مثلها. بركي بيقل عني انا وياها. لسه ما قدرت فوت بالجو، بدي فوت على الحمام. لسه ما اجيت. لا لا تشبه مرتي ابدا. بطلي يا قلب. لارا لارا روحي جاية. فينا نحكي شوي؟ هاي منحكي، تفضلي. شو بدنا نحكي؟ لك هذا الكتالوج بعد ما نخلص كل الشغل لا أنا رح ينذكر اسمي ولا المصور ولا حتى المصمم. أنتي اللي رح تكوني نجحتي الشغل؟ يعني مالك ملاحظة قديش أنتي حلوة؟ الناس عم بيطلعوا فيكي بإعجاب بس أنتي ما عم تنتبهي عليهم. غير تيابك ومكياجك اللي ما عم بيعجبوكي دائما. انت كمان ما عم تحبي حالك. مين قال؟ طبعا انا حابه حالي. لا مو حابه حالك، لهيك عم تجبري حالك دائما تستفرغي. لا عم تفكري انه كل مره مفروض تكوني انحف من هيك. لا كل حكيك غلط. سمعتك بالتواليت. مو معقول هالحكي لارا. وانا استفرغت لانه برد هون.
لا تعملي هيك. شو ما أعمل؟ والله أنت ما عندك شي تخافي عليه أو تخافي تضيعي. أنا ما عندي شي؟ إيه والله عم بيرجف قلبي لما فكر أني ما رح أقدر أنجح. كل الناس مفكريني قوية وأنا بخاف من الفشل كتير على فكرة، مثل ما بتخافي. ليكي أنت بنت حلوة وواعي، والشي اللي عم تعمليه خطر. الشراهة أوعك تحكي هيك أبدا، هالحكي بيصير كأنه مرض حقيقي. ما هو هيك. أحيانا التخباية بتكون شي صعب، أحيانا بحس حالي مجنونة. صدقيني فيني ساعدك، أنا بساعدك وبوقف جنبك، وما في داعي تضلي لحالك وتتحملي كل هذا الضغط لحالك. عن جد أنا بعتذر منك، قبلي اعتذاري، فهمتك غلط. لا ما في داعي تعتذري مني، بس إذا بتريدي امشي خلينا نخلص، لأنه عندي شغلة كتير مهمة. يلا أنا رايحة. يلا لهيك مواضيع لازم تكونوا دقيقين، واهم شيء المفروض تكونوا دقيقين فيه. مثل ما حكيت حاجي، شو بدك مني لسه؟ شو بدك مني؟ قول الو. انا هلا مواجه لونا. انت جنيت يعني؟ شو عم تساوي هون؟ ما بصير شيء اذا بتجي لعندي، بس اوعك حدا يشوفك برا. تاني مره بدون ما تسالني ما بتجي لهون ابدا. روق علي شوي شبك، نحن مالنا مع بعض. عم نتصل ونبعت رسائل وما في جواب. بدنا نطمن انجي خانو. ايه كيف عملية التقرب من هادي بيك؟ ما زبطت، ما عم بقدر اتقرب منه لسه، لازمنا غير حل. اها شو صار؟ مو على اساس عندك جاذبية وكنت تقول انه كل الناس بيحبوني؟ بس هادي مو معقول، ما عم يطيقني بالمرة، ما عم يقبل مني اي شيء. رح نتمسك بالخطة وما تستخف بانجي خانو. لما قالت لك تقرب منه معناتها في عندها شيء بتعرفه. كمل الخطة تمام؟
يا زلمة هالجد عن جد بشهي. شوفي ما عم تزبط بنوبة، يعني حتى لو بعمل أطيب جاتو بالعالم وحتى لو باخد جوائز هاد الزلمة ما بده ياني، عم حسه كأنه بيكرهني. يا أخي أنت مشان الخطة عم تحاول تتقرب منه ولا صرت عن جد عم تحاول تخليه يحبك؟ إذا بدك منوقف. مستحيل خليه يكرهني قد ما بده، بس بده يدفع ثمن عذابه لأمي. بالمناسبة أنا رحت لعند خالي روان مثل ما قلت وبعثت لك معي هدول، رغم أنك ما اتصلت بالليل بس كانت هيك لهمك. شو هاد؟ قالت مو شيء قدامي اللي بيعملون، بس مع هيك خليه يدوقون. وأخيرا شو جابوا بضاعة جديدة من المستودع؟ ديري بالك في شي عم بصير، أنا متأكدة إنه كرمال الحب رح يصير شي حسب الأبراج. هادي بيك تفضل. بعدين عندي شغل مستعجل. مفكر إني ما فهمت شو عم تعمل معي؟ أنت عم تلعب معي لتشوف قديش فيني اتحمل، لأنه أنت كنت من زمان فيك تقلعني. حذرت إيه، لكن هالمرة ما في داعي تجرب. هاد شو هاد؟ يعني شو ما كان ما رح تفرق معك. استنى ارفع لشوف. ارفع هاد مش هو محشي. لا هذا هو السر. لحد هذا اليوم ما دقت هيك شيء ابدا. مع انه ما بتستاهل. قصدي ما بتستاهل الا الاحسن طبعا. هالمرة عملت شغلة كتير منيحة، نضيفه على اللائحة. لا شو ما تقلعت؟ هالمرة بس. ممكن تندم ها؟ عم قول مو ممكن تندم. هذا الحلو شو اسمه؟ اسمه روان.